ليكم، شلونكم طلاب؟ إن شاء الله يا ربي تكونون بصحة وعافية. أنا وياكم دكتورة همسة زكي، ماجستير معالجة أسنان، راح أكون وياكم على محاضرات الفصل الثاني بمادة الكراون أند بريدج. هذا هو السيلبس مالتنا، هذه هي التكست بوك اللي نعتمدها بالكراون أند بريدج. محاضرتنا اليوم هي introduction لموضوع الكراون أند بريدج. أريد نعرف هو شنو يعني كراون أند بريدج. هو يعني برانش بالدنتستري واللي راح يتعامل ويا كل الريبليسمنت اوف ميسنج تيث، سواء كان توث واحد او اكثر، او قد يكون عندنا بادلي ديستركتد كراون، يعني ممكن ان يكون كراون اذا كان فقط على توث واحد، يعني دا يعوض لي سيفير فراكتشرد كلينيكال كراون، او قد يكون مثلا عندي لارج فيلينج، او قد يكون عندي ديسكالريشن واريد ان اغلفه. يعني بالمختصر هو عباره عن غلاف خارجي من اندايركت ريستوريشن. اما اذا كان عندي بريدج، البريدج هو تعويض لميسنج تيث، يعني قد يكون توث واحد او اكثر يحتاج لتعويض، فاقول هذا راح اسوي له هنا بريدج. شنو يختلف هذا عن البارشيال دنتشر اللي انتو اشتغلتوا بالثاني وهسه حاليا هم بالثالث تاخذوه؟ انه هذا هو permanently cemented inside the oral cavity، يعني البيشنت ما يقدر هو يشيله. ليش؟ لانه هذا ما راح يكون removable، هذا راح يكون عندنا fixed، مثبت باللوتينج ايجنت يعني inside the patient mouth، وما يقدر البيشنت هو من وحده يسوي له removal. إذا قلنا إحنا إذا كراون هو معناتها شنو؟ راح يكون كأنما تغليف أو كأنما فت كفر راح يتخلى على الـ يعني على كراون أساسا بيفد مشكلة إحنا نريد نعالجها، فراح يجي فت تغليف artificial على هذا التوث، يعني هو فقط single tooth. فإذا هو عبارة عن fixed extra coronal restoration that covers just the outer surface of the clinical crown. نيجي الى هذا الكراون، اذا اريد اسوي له كلاسيفيكيشن، انا عندي نوعين من الكلاسيفيكيشن، يا اما باعتمادا على الكفرج اريا، يعني انه شقد هذا الكراون راح يغطي لي مساحه، راح يغطي كل السيرفيسز اوف ذا توث، يعني قد يكون اوكلوزال بروكسيمال سيرفيسز بكال، يعني هذا اذا نقول عليه اذا كان كومبليت كفرج، واكو من ضمنهم حيكون بارشال كفرج. اذا هذا الكلاسيفيكيشن بالبدايه حيعتمد على الكفرج اريا. فإذا كان دي غلطي التوث كاملة، يعني إذا كان كل التوث ندخله إحنا بحساباتنا ونسوي له preparation ونغلفه، هذا يسمى بالcomplete coverage. نيجي إلى partial coverage. شنو يعني partial coverage؟ يعني راح يكون التوث بيفت سيرفس ما يحتاج أن يكون مشمول بالرستوريشن، فنبقي intact سيرفس. مثلا هنا شون عندنا هذا البكل سيرفس، هذا بكل سيرفس هنا ما متغطي بالرستوريشن، وإنما فقط عندنا الأوكلوزال سيرفس، البروكسيمال والباليتال سيرفس، فهذا نسميه بالبارشيال بارشيال كراون، أو قد يكون كومبليت ريبليسمنت. شنو يعني؟ يعني إذا كان عندي هنا توث حشي حشوة جذر، فعادة هذا التوث يعني هو أساسا يكون توث ضعيف، وإذا كان رايح هواية من ال يعني من الكلينيكال كراون راح يكون مهشم بطريقة كلش كبيرة، فيحتاج إنه نسوي له سبورت. منين يجيب هذا السبورت؟ يجيبه من فاستراكتشر، نطلق عليه البوست، يمتد هذا في داخل الروت، و يعني نخلي فوقه التغليف الخارجي اللي هو هذا الارتفيشال كراون، فهذا يسموه بالبوست كراون. وانا ما راح ادخلكم هسه ان شاء الله بتفاصيل، لان احنا بس نسوي كلاسيفيكيشن، هذا راح يكون عندنا البوست كراون محاضره كامله ان شاء الله تكون عليه. اذا ذيك التقسيمات اللي كانت هي اساسا تعتمد على من؟ تعتمد على الكفرج اريا، قلنا قسمناه الى كومبليت كفرج، partial coverage or complete replacement في حالات حشوة الجذر. الكلاسيفيكيشن الثاني of the crown راح يعتمد على التايب of the material، يعني احنا من شنو مصنوع عندي هذا الكراون. قد يكون مصنوع من metal، فهذا راح نسميه بالmetal crown، سواء يكون gold or any other metal alloy، فهذا يسموه بالmetal crown. طبعا هو ممكن يكون full metal crown يعني complete coverage، أو ممكن يكون partial crown اللي هو 3/4 crown.
النوع الثاني أو الماتيريال الثانية المستخدمة بصناعة الكراون هي النون ميتال كراون، مصنوعة من بلاستيك ماتيريال، اللي هي هاي الماتيريال ممكن تكون أكريليك أو ممكن تكون سيراميك بمختلف أنواع السيراميك اللي بعدين نحكي عليها، الزرقونيا وغيرها. فإذا هذا تلاحظون هنا إنه هذا الكراون مصنوع completely without metal وإنما من بلاستيك ماتيريال، أو قد يكون combination ما بين المتال وما بين البلاستيك ماتيريال. شو نسميه هذا؟ نسميه porcelain fused to metal، ال PFM. يعني عندي هذا هو مثال، هذا الكراون هو full coverage crown مصنوع من بلاستيك ماتيريال، قد تكون سيراميك ماتيريال. عندي هذا هنا complete coverage metal crown مصنوع من gold، هذا هو ال PFM، هذا هو combination ما بيناتهم. اوكي، هو full coverage crown لكن بنوعين من الماتيريال اللي هي المتال والسيراميك crown. زين، بصورة عامة ومهما اختلف عندنا يعني شكل الكراون او المادة المصنوعة منها، انه انا ليش احتاج اسوي، يعني هذه هي indication in general for the crown. قلنا إذا كان عندنا badly broken teeth، يعني توث فد مرة متهشم مثل ما دا ألاحظ هنا، هذا فاقد الشكل وفاقد الفونكشن، فهذا يحتاج أن أسوي له crown. أو إذا كان بي heavily filling، يعني قد تكون مصنوعة هذه الفيلنج من أملقم أو قد تكون من كومبوزيت، هذه هنا راح يكون التوث كل شويك، ما راح يتحمل الفورس أوف ماستيكيشن، فما يكون عمره طويل. يحتاج مثل هيك التوث هذا أن أسوي له preparation وأغلفه بكراون حتى يطول عمره، أو أيضا حتى ننطيه يعني شكل أفضل، يكون يعني better function and aesthetic. أو في بعض الأحيان من يكون عندي قد يكون crowded، قد يكون عندي مشاكل بالspeech، بالfunction، بالmastication، إذا كان عندي tooth بيها فد يعني فد inclination مو تمام وأريد أن أعدل هذا الأوكلوجن، قد أضطر في بعض الأحيان إلى أن نبرد الأسنان ونركب عليها multiples crown. أو قد يكون improve للأبيرنس، يعني أكو عندي مشكلة فد aesthetic problem، مشكلة بالمظهر مالة الأسنان. على سبيل المثال عندي tooth wear، يعني هذه هنا متعرضة للتآكل، فأريد أحسن من شكل هذه الأسنان، أحسن من الإطباق مالتها، فقد ألجأ إلى أن أسوي لها preparation وأخلي في مكانهم crowns. أو قد يكون عندي hereditary condition، يعني مثل من؟ مثل قد يكون مشاكل بالإنامل، مشاكل بالدنتين، قد يكون عندي يعني الشيب مالتهم مو تمام، قد يكون مثل هذا بيك شيب لاترال، البيك شيب لاترال هذا يكون لاترال حجمه صغير، يكون ينطي مظهر غير جمالي وما متناسب ويا الحجم مالت السنترالز، فأحتاج أن أغير بالشكل وأغير بالحجم، فممكن أنه على هذولي اللاترالز اثنيناتهم ممكن نسوي كراونز حتى أرجع الأستيتيك أبيرنس. أيضا قد يكون هنا عندي مشاكل بالإنامول بالدنتين بيها فد سيبير ديسكالريشن، فممكن أن أحضرهم لهذه الأسنان وأخلي لهم كراون. إذا كان عندي دايستما، الدايستما هي عبارة عن سبيس، هذه هي الميدلاين دايستما، أكثر شيوعا أكثر شي شائع هنا هي الميدلاين دايستما، بعض الأحيان تكون very large، ما أقدر أخلي ما أقدر أسدها ولا أغير الشكل هنا بالريستوريشن العادي مثل الكلاس 4، يعني ما أقدر أستخدم فقط الكومبوزيت، فألجأ إلى حل أنه أسوي 2 crowns على ذول 2 centrals حتى أضيف لهم حجم أكبر وتنغلق عندنا هذه الدايستما. أيضا إذا كان عندي severe staining، اللي على سبيل المثال عندنا التتراسايكلين stain، يعني مثل هيك أسنان حتى تبييض الأسنان ما يفيد وياهم، فنحتاج إلى أنه نغلف السن بindirect restoration واللي هو نقصد بالcrowns. قد يكون retainer of the bridge، يعني مثلا هذا السن يكون ما بيشي لكن أنا أحتاج أن أحضره، ليش؟ لأن أرد أعوض هذا السن اللي بالنص، هذا هو احنا قلنا يسموه بريدج. البريدج لازم يكون الى دعامات يستند عليها، فانا اذا اريد اعوض هذا السن لازم ابرد سنيا على الجانب اللي هي تتسمى دعامات الجسر، فهذا السن من انبرد او تحضر ما يبقى هو بهالشكل، وانما لازم يكون فوقه اكو فالتغليف، وهذا التغليف يسمى بالكراون. اذا قد يكون هو جزء من البريدج اضطريت ان احضره، ليش؟ لانه انا دا اعوض هنا المسكتي اللي موجودة بهذه الأريا.
إذن هذه بصورة عامة. In general أنا عندي different indications إنه ليش أحضر هذه الأسنان وأغلفها بكراون، قد تكون لأسباب جمالية أو قد يكون عندي مشاكل بالسبيج، قد يكون عندي مشاكل إنه سن ضعيف وما يتحمل the force of mastication، أو قد يكون part من bridge as a retainer of the bridge. زين إحنا مثل ما قلنا البريدج هو fixed partial denture مو removable، fixed permanently cemented inside the oral cavity. زين هذا البريدج اكو بيه مكونات، منين راح يتكون؟ راح يتكون البريدج من يعني مجموعه كراونز، كل كراون من عندها راح اسميه يونت. المكان اللي او الجزء او الكراون اللي راح يعوض لي التوث المفقود، قد يكون توث واحد او اكثر، هذا اسميه بالبونتك، يسمى بالسسبندد ممبر، يعني هو الجزء المعلق. اما الكراونات اللي راح تكون على دعامات الجسر على السن المحضر، هذه اسميها بالريتينر. السن اللي احنا بردناه او اللي حضرناه نسميه بالابتمنت. اذا لو نيجي نشوف هنا بهاي الصوره، هنا شنو عندي؟ اكو عندي ميسنج توث واحد هنا اريد ان اعوضه، فكان القرار انه نسوي بريدج. اذا هذا الجزء المعلق او يعوض الميسنج توث ايش راح اسميه؟ اسميه بالبونتك. اوكي هذا البونتك هنا على الجانبين ايضا عندي كراونز، بس هذه الكراونز وين راح تكون؟ بيرمننتلي سيمنتد على ذن التيث اللي احنا حضرناها. اذا هذا الكراون وهذا الكراون دول ايش اسميهم؟ اسميهم ريتينر. زين نيجي الى هذا التوث اللي احنا سوينا له بريبريشن او حضرناه، شنو نطلق عليه اسم؟ نطلق عليه اسم الابتمنت اللي هن دعامات الجسر. يعني لو اقولكم هذا البريدج من كم يونت يتكون؟ يتكون من 3 يونتس. قد يكون عندنا بريدج يتكون من 4 يونتس. شلون؟ يا اما نضيف هنا ابتمنت له، يعني احضر هذا السن ويكون فوقه ريتينر، او قد يكون بعد عندي هنا توث ميسنج ويصير عندي اكثر من بونتك واحد. فاذا هنا كل كراون من عدهن اطلق عليه مصطلح اليونت. ما بين الريتينر وما بين البونتك اكو فد جزء هنا يربطهم مع بعضهم، نطلق عليه اسم الكونكتر. اذا نجي الى الستيب ان كراون كونستراكشن، يعني انا شلون اسوي كراون؟ اول ما يجيني البيشنت للكلينيك لازم اسوي له دايجنوسيس، يعني شنو؟ اخذ من عنده هيستوري، اشوف شن هي المشكله مالته، بعدين ابدا للفحص انسايد ذا اورال كافيتي. لازم افحص التيث، اشوف الاطباق مالته، بي مشكله ما بي مشكله، السن يتحمل ما يتحمل. لازم افحص البريودنتال تشو، يعني الجنجفه اللي داير ما دايره، اشوف وضعيتها، ما بيها التهاب، ما عندي مشاكل. راديوغراف لازم اخذ له اكس راي، يعني الجزء الظاهر عندي انسايد ذا اورال كافيتي اوكي انا دا اشوفه فيجوالي، دا اشوفه بعيني، لكن الجزء اللي ما يظهر عندي لازم اخذ له اكس راي. حتى شنو اشوف؟ اشوف اذا كان هذا التوث على سبيل المثال يعني يحتاج اندو، يحتاج حشوه جذر، هو اساسا مسوي له حشوه جذر. زين حشوه الجذر هذه شلون الكواليتي مالتها؟ زينه بيها فت بري ابيكال ليجن؟ على اساسها حتى اتخذ القرار. اذا كان كل شيء اوكي وكل شيء تمام راح نتخذ القرار ونسوي ايذر كراون اور بريدج حسب الكيس. نيجي الى التوث بريبريشن، مثل ما قلنا احنا اي توث حنخلي فوقه كراون لازم نسوي له بريبريشن، فلازم عندي كاتينج تولز اور كاتينج انسترومنت اور ديفرنت شيب اوف بيرز. مثل ما انتم تعلمتوا بالكافيتي بريبريشن، انا قد يكون عندي فيشر، قد يكون عندي راوند بير، انفيرتد كون، سايزاتهن مختلفه، لانه كل واحد من عندهم راح يؤدي عمل ويؤدي وظيفه معينه. هنا انا عندي بالبريبريشن فور ذا كراون ايضا عندي ديفرنت بيرز ممكن ان استخدمها، كل واحد من عندهم الى مهمه خاصه، كل واحد منهم ينطيني شكل معين، كل واحد من عندهم استخدمه بسيرفس معين، بس احنا متفقين انه لازم اسوي بريبريشن للتوث. التوث اللي هو حسوي له بريبريشن قلنا اسميه بالابتمنت. اوكي هذا التوث يعني التوث اللي لازم اسوي له بريبريشن، شنو يعني مصطلح بريبريشن؟ يعني لازم اسوي ريدكشن، اقلل من الهايت مالته،
قلل من ارتفاعه سواء كان بالأوكلوزال سيرفيس أو هنا بالإنسايزال إيج في حالة الأنتيريور تيت. لازم أقلل من البروكسيمال سيرفيسز الميجيال والديستال بكل واللينجوال أو باليتال. هنا نشوف شلون راح أخذ من اللينجوال، عندي ديفرنت بيرز دا أستخدمها، بس إحنا متفقين إنه كل توث ريسيف كراون إت ماست بي بريبيرد. يعني شنو إذن بالمجمل شنو معنى البريبريشن؟ هو بس مجرد دا أزغر التوث. يعني تلاحظون هذا المولر بالحجم الاعتيادي، هذا هنا أنا مسوي له preparation، شوف راح يصير smaller in size، يعني مسوي له reduction وباقي محافظ هو على نفس الأناتومي مالته، لكن with slight recommendation وسموث سيرفيس. وهنا يصير عندي مارجن اللي نسميها بالفينيشينج لاين، نحكي ان شاء الله عليها بالمحاضره القادمه. اذا هذا هو البريبريشن. هذا فور اكزامبل هنا عندي انتيرير توث، انتيرير توث هنا مسوي له ريدكشن، ريدكشن من جميع السيرفيسز، وصايره عندي هنا الفينيشينج لاين او المارجن. ليش؟ لان هذه المساحه المتبقيه يعني من بعد ما سوينا بريبريشن، من اللي راح يمليها؟ راح يمليها الريستوريشن اللي راح اجيبها واقعدها على هذا التوث. اذا السؤال هنا why we do preparation، ليش اني كل توث اسوي له كراون لازم اسوي له preparation؟ اكيد له فد اهميه. اول شيء عندي to eliminate the undercut from the axial surface of the tooth. شنو يعني؟ يعني اني مو عندي هنا هذا التوث في مناطق البروكسيمال، دائما اكو مناطق عاليه اللي هي تسمى الهايت اوف كونتور، هذه إذا ظلت موجودة ما راح يجي يقدر هنا الكراون ينقعده، يعني هاي منطقة الأندركت راح تعارض السيتينج of indirect restoration. فلازم شنو؟ لازم يكون عندي الزوايا بهالشكل هذا، أكو عندي في الديجري of taperness، يعني أنا هم أصغر من الحجم مالته وهم لازم يكون البريبريشن مالتي نوعا ما تايبر حتى أوخر هذه مناطق المعارضة، مناطق الأندركت، ويصير عندي facilitate of the sliding of the restoration over the prepared tooth. بعد شنو عندي؟ بعد أنا عندي الريستوريشن اللي راح أجي أخليها، يعني الكراون اللي راح أجي أخليه هو أكيد يحتاج في الثيكنس، فمن أجيب له هذا السبيس؟ قلنا لازم أوفره أثناء البريبريشن، لأن هو من راح يجي راح يرجع للحجم الأصلي للكراون وراح يقعد ويا جماعته باقي الأسنان. وطبعا هذا السبيس يختلف باختلاف نوع الريستوريشن، يعني إذا كانت متل تحتاج من عندي تحضير أقل، إذا كانت مثلا سيراميك يحتاج مني تحضير أكثر، لأن السبيس اللي يحتاج السيراميك أكثر، لازم يكون thick material to withstand the force of mastication. بعد عندي شنو السبب؟ بعد عندي إنه حتى ما يصير size of the restoration كبير، يعني حتى ما يصير عندي الكراون كبير وبالتالي يطلع عندي ugly appearance، يعني ما يكون الشكل حلو بالإضافة إلى مشاكل راح يسوي لي إياها باللثة. إذن هذه هي الـ objectives of tooth preparation، يعني هي الأسباب اللي على مودها إحنا نسوي الـ tooth preparation. على سبيل المثال عندي هذا هنا التوث السنترال، هذا هنا prepared tooth، شوفوا شلون صاير حجمه أصغر وشلون صايرة عندنا هنا مناطق البروكسيمال ما بيها undercut. ليش؟ لأنه هذه المناطق هنا بمن راح تنملي؟ راح تنملي عندي بالفاينل restoration. يعني لو نجي هنا incisally لو ما كان التحضير مالتنا إلي هنا واصل، يعني لو كان هنا عندي فد thin surface فقط من الريستوريشن راح هذه ما تتحمل فورس راح تطق. إذن احنا لازم يكون الريدكشن مالتنا تمام حتى يكون وفرنا السبيس الكافي ان ينملي بالريستوريشن ونعطيها sufficient rigidity and sufficient thickness. نكمل الستيبس. احنا قلنا بلشنا بالدايجنوسيس وسوينا examination للبيشنت وسوينا tooth preparation. نيجي بعدين لازم شو نسوي؟ لازم ناخذ له للبيشنت final impression الطبعة. ليش؟ لأن هذا الكراون منو راح يسوي؟ راح يسوي لنا يا أبو المختبر التكنيشن، فإحنا راح ناخذ هاي الطبعة على مود ننقل العمل أو التحضير اللي إحنا سويناه من البيشنت ماوث للمختبر حتى هو يكمل الخطوات الباقية. بعد احنا خو ما نخلي التوث بريبيرد وخلص ونعوفه للبيشنت هيجي يطلع، لازم نسوي تمبرري كراون. يعني شنو؟ يعني راح نسوي له فد كراون يمشي نفسه عليه فد شيء مؤقت من مواد معينه عاده هي الاكريليك
ونخليه مثلا عليه فترة أسبوع أسبوعين حسب شو وقت يرجع لنا إياه المختبر. أوكي، بعد شنو عندنا بعد المختبر؟ هو اللي راح يسوي الوركينج موديل، واكسينج، انفستينج، واكس إليمينيشن، كاستينج، فينيشينج اند بولشينج. هاي الخطوات بعدين نحكي عليها ان شاء الله بالتفاصيل، بس هي كلها خطوات يقوم بها المختبر، يعني هذه هي تشمل اللابوراتوري وورك. راح يرجع لنا اياه من بعد فتره معينه، راح يرجع لنا اياه ابو المختبر. احنا نتصل بالبيشنت، يجي البيشنت نسوي له تراين. تراين يعني شنو؟ يعني نخليه قاعد يعني هذا الكراون نلبس الياء او البرج، نلبس الياء للبيشنت، نشيكه نشوف هو ما بيعلو اللون مالته مثلا، قاعد متلائم ويا بقيه الاسنان. اذا كل شيء تمام وكل شيء اوكي، راح نسوي له لوتينج او نسوي له البيرمننت سيمنتيشن اوف ذا ريستوريشن انسايد ذا بيشنت. هل هذا الموضوع بي ديس ادفانتجز؟ اكيد ماكو فد شيء عندنا بالدنتستري ما بي ادفانتج وما بي ديس ادفانتج. احنا قلنا التوث يحتاج ان نسوي له بريبريشن، وهذا البريبريشن دا يصير وذ هاي سبيد وذ توربين واجريسيف دايموند كاتينج انسترومنت اجريسيف بيرز. فهذه العمليه راح يصاحبها هي جينيريشن، يعني اذا ما سويناها ويا بروفيوس كولونت ووتر، فراح هاي الهيت راح تسبب مشاكل بالبلب وقد يفقد التوث الفايتاليتي مالته. بعد اذا كان عندنا اكسسيف توث ريدكشن اور اكسسيف توث بريبريشن، يعني اذا اخذنا من التوث وصغرنا حجمه كلش هوايه، راح يصير عندنا ويكنينج بالتوث ستراكشر، قد يكون معرض للفراكشر، وممكن يسوي لي تروماتيك بلب اكسبوجر، يعني وهي متحول من الفايتال الى النون فايتال، ولازم نسوي له حشوه جذر. اذا كانت كل يعني يعني الخطوات لازم كلها تكون مضبوطه، اذا كان عندي اي مشكله بالريستوريشن، اذا كان عندي مشكله بالمارجن، ورا فتره مثلا اتحشك اكل او هي مسببه مثلا ضغط على اللثه، فهذا راح يصير عندنا بيريودنتال بروبلمز، ايضا تعتبر من الديس ادفانتجز اوف ذا كراون. وبهذا نكون وصلنا الى نهايه المحاضره الاولى.